الخير. طبعا اليوم راح نعمل لك رهيب جريء مختلف للجميله ميثا اليوم معي. ايش رايك؟ انا كثير مبسوطه. اول شيء انه التوتوريال الاول ميك اب مع بوتيكات راح يكون معك اسير. انا كثير بحب الميك اب تبعك ومتابعتك على الانستغرام، سو انا متاكده انه اللوك انيون راح يطلع بجنن بايدك. انا متحمسه ونفس الوقت يعني شوي متخوفه، وان شاء الله يطلع حلو. اكيد راح يطلع حلو. يلا نبلش.